مرحبا يا حلوين، انا هدى واليوم رح نحكي عن البرايمر هاكس. كل برايمر بيناسب نوع بشره معين. اذا بشرتنا جافه بنستعمل برايمر لحتى يرطب بشرتنا، واذا بشرتنا اويلي بنستعمل برايمر حتى يطفي اللمعه، واذا كانت بشرتنا كومبينيشن فينا نستعمل تو برايمرز، برايمر لحتى يطفي اللمعه المطارح اللي بتلمع بالوجه، وبرايمر حتى يرطب لنا المطارح يلي بتكون جافه ببشرتنا. اليوم رح نستعمل تو برايمرز. حنستعمل برايمرز من بنفيت ذا بورفيشنال برايمر، واحد لحتى يطفي اللمعه بالبشره ويسكر المسامات، واحد لحتى يرطب لي بشرتي. فاول شيء رح استعمل ذا بورفيشنال من بنفيت ورح احطه على التيزون. انا بحب طبق هذا البرايمر بايدي، اذا بحال وكان التكستشر له اكثر ليكويد فينا نطبقه بالبراش. ولباقي الوجه حاستعمل هايدريتينج برايمر كمان من بنفيت ذا بورفيشنال. سو نفس الطريقه هذا رح طبقه بايدي كمان، مع انه التكستشر له شوي كريمي لانه بيرطب البشره فيه هيرالونيك اسيد، بس كمان فينا نطبقه بايدينا. كمان في طبق البرايمر تحت عيني تخفف من الرينكلز او الخطوط الرفيعه اللي بتكون تحت العين. وهلا رح طبق الفاونديشن. عم استعمل هيلو هابي من بنفيت بالرقم 5. فلما طبقنا البرايمر تحت الفاونديشن صارت مادة الفاونديشن كتير أسلس، وكمان بتساعد مثل ما قلت لكم على انه يخلي الفاونديشن ضاين اكثر على بشرتنا. الحيل الثاني اللي حتى نقدر نطبق فيها البرايمر انه حطبق برايمر الوجه على العين. رح احط على ميلي برايمر وعلى ميلي الثانيه ما رح احط شيء، حنطبق اي شادو ونشوف الفرق مع بعض. هلا رح اخذ اي شادو باليت من كيكو اسمها جرين مي، ورح اخذ هيدا اللون الانتقالي. رح نطبق الاي شادو على الجهه اللي حطينا عليها البرايمر. كمان عم باخذ اللون وطبقه على الجهه اللي ما حطيت عليها شيء. هلا حاخذ هيدا اللون اللي فيه لمعه وطبقه على جفن العين متحرك. كمان زيت اللون رح طبقه على الجهه اللي ما عليها شيء. مثل ما شفتوا الفرق بين الجهة اللي حطينا عليها برايمر والجهة اللي ما حطينا عليها برايمر. حاستعمل زيت البرايمر يلي بيرطب البشرة كمان، ورح طبقه على نص الشفة لحتى يرطب لي شفتي، وإذا عنا تشققات بالشفة ينعمها ويخففها. هلا رح طبق الليبستيك من لوريال كولور ريتش مات. رح طبق نفس الليبستيك على الميلي اللي ما حطينا عليها شيء. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هول الهاكس واستفدتوا منهم. جربون وخبروني رايكم بالكومنتس، واكتبوا لي اي هاك عبالكم انه نعملها لمره ثانيه.